السلام عليكم. الدكتور حسين عز الدين، طبيب أخصائي في النساء والتوليد بالقطاع الخاص في مدينة فاس، نائب رئيسة الجمعية، جمعية كفاءة مواطنة بمدينة فاس. بطبيعة الحال هذه الحملة اليوم إن شاء الله داخلة في المشروع ديال الجمعية لمساعدة الفئات الهشة بطبيعة الحال في كل ما يخص الخدمات الاجتماعية، التسهيل بطبيعة الحال الخدمات الصحية اليوم خاصة. والعمل ديالنا اليوم بطبيعة الحال كيتوقف على المساعدة ديال واحد الأطور اللي قايمة اليوم باش تحاول تقدم هاد المساعدات لهاد الفئة المواطنين بجنان الورد من مدينة فاس. وغنحاولوا أننا نشوفوا كل ما يخص بطبيعة الحال بالديبيستاج أو الكشف المبكر على سرطان الثدي أو الرحم اللي تيؤدي بطبيعة الحال لمشاكل صحية كبيرة، فاش يدوز الوقت ديال الكشف عليهم. يعني دكتور الحملة كتستهدف بخصوص الطبقة ديال النساء من الطبقة من فئة الهشة، وكتستهدف ربما ديبيستاج ديال سرطان ديال السرطان. بطبيعة الحال هي خاصة تقوم بها في الوقت اللي تيسمح لنا أننا نخرجوا اليوم يوم الأحد، وخاصة الفئات الهشة كيف قلتي لو ديبيستاج ديال لو كونسير دو كول ولو كونسير دو سان. نعم سيدي. وبالنسبة لهاد النساء هادو كل ما كنشاهد الحملة شحال غادي يتفرجوا ربما يأديوا الثمن باش يديروا هاد باش يكونوا سرطان بطبيعة الحال؟ هو بطبيعة الحال فاش كنتكلموا على الفئات الهشة، إذا كاين مشكل مادي اللي غيكون هو الحاجز لهاد الناس باش يمشي ويخضعوا لواحد الوصف طبي في القطاع الخاص. إذا هي مبادرة من الجمعية أنها تسهل هاد الأمر بالنسبة لهاد الفئة، وقتاش ما تيسرتنا الأمور تنحاولوا أننا نديروا هاد الشيء في المدينة أو لا في المناطق النائية. يعني كنشوفوا هاد المبادرات الجمعويه كتخطف واحد العيد مالي كبير على هاد الفئات الهشه، انهم كتسالهم الولوج للعلاج. بطبيعه الحال حيت زعما ماشي الناس كلهم عندهم الامكانيه ديال تاديه فوالا باش يمشيو للقطاع الخاص. نعم. وعينا هنا لاحظ لا بلي عندكم مجموعه ديال الادويه، خصوصا الادويه هادو باش كتعلق ومنين كتجيبوها لكم؟ هي بطبيعه الحال ادويه غنقدموها ان شاء الله بالمجان لفائده الساكنه اللي غادي تجي تدوز اليوم عندنا. هي بيان سور سي دي بارتيسيباسيون ديال الاطباء ديال المندوبيه ديال الاشخاص كاملين اللي هنا في المركز الصحي، يعني كل واحد تيقدم المساعده اللي تيقدر عليها.